هكذا يبدو المشهد في أحد صالونات الحلاقة في مينن. اتباع شروط النظافة والصحية يأتي في المقدمة بالنسبة للحلاقين الذين يتولون حلق وتقصير شعور الحجاج باستخدام آلات كهربائية أو معدات يدوية معقمة. عشرات ينتظرون دورهم للحلق للتحلل من زي الإحرام استعدادا لإتمام آخر مناسك الحج، فيما ينهمك فني الحلاقة في تنفيذ عملهم بحرفية عالية تشي بتأهيل مهني تلقاه هؤلاء الشباب من معاهد متخصصة. موسم الحج في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة عمل لمزاولي مهنة الحلاقة وباب رزق واسعة تتيح لهم أرباحا مضاعفة مقارنة بالأيام العادية. أي والله الحمد لله في بركة في خير كل شيء فيه الحمد لله. حجاج في موسم حلاقين كله مرة مشغول. حلق الرأس ركن ينذر بختام مناسك الحج ويأتي بعد رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، حيث يحلق الحاج رأسه أو يقصره حسب الاستطاعة. سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان سبحان الله يحس بحاجات جميلة جدا لأنه بيقضي فريضة من فرائض ربنا عز وجل. أي نعم بعض الأمور فيها حاجات ممكن تكون شاقة شوية، ولكن بعد ما بتخلصها إحساسك بالفريضة ذات نفسها بيخليك أسعد مما كنت أنت فيه مشقة أو شيء. مراكز الحلاقة المرخص لها في مينن عرفت إقبالا كبيرا من طرف الحجاج هذا العام، إقبال يكرس لمحاولات سلطات المملكة بالحد من ظاهرة انتشار الحلاقين غير المرخصين خلال موسم الحج تفاديا لأي مخاطر صحية محتملة. هذا وقد شددت سلطات المملكة العربية السعودية هذه السنة على إجراءات الفحص الطبي للحجاج منذ وصولهم، خاصة القادمين من غرب إفريقيا، تفاديا لخطر حمى الإيبولا، كما كثفت من إعلانات التوعية والتحذير من أي ممارسات صحية ضارة.